وبعدين بدأوا ياخدوا الكلام ده ويقولوا طيب الغرب بيعاني، بس الغرب مش مؤمن بالأديان، بس غلبانين تعبانين، فبيدوروا على طريقة يصفوا بيها روحهم ونفسهم. فبدأوا ياخدوا من الدين الكلام اللي هو قايله، مع انهم مش مؤمنين بس مضطرين، بيبحثوا عن تصفية الذهن والروح، تعبانين مجروحين، بشر خلقة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بدأ الطب الجسدي، الطب البشري يقول لا، وبدأوا يكتشفوا في جامعة بنسلفانيا حاجة عجيبة قوي، إن تصفية الذهن والروح بتساعد في تخفيف الألام المبرحة المزمنة. بدأ الدكاترة تقول مش لاقيين علاج للمرض دون، للألم دون، بدأوا يكتشفوا إن هو لما يعيش حالة من تصفية الذهن والروح الألم بيخف تدريجيا، مش بيروح خالص لكن يقل. وبعدين بدأ الطب النفسي، بدأت روشتات الأطباء بدل ما بتكتب أدوية يقولوا له أنت محتاج تعيش أسبوع في مكان هادئ تصفي ذهنك وروحك، الإنسان تعبان. والحضارة المادية الحديثة ما حلتش مشكلة الإنسان، تشويش مستمر، سوشيال ميديا، إنترنت، واتساب، معلومات لا نهائية، فالناس تعبت. يبدو أن الإنسان مش مصمم لهذا الحجم من التشويش ومن الضغط النفسي. انت تعبانة؟ انت تعبان؟ انت محتاج تعيش معايا في البرنامج ده التجربة دي، تجربة ذكر الله. ههدى والله هتهدى.